تناوب في الانتقال إلى بطل آخر وهو دوما زوس، لاعب مع نادي باراثينياكوس. النجوم تتوافق، أشهر نجوم الرياضة اليونانية، أصحاب الإنجازات في الدورات الأولمبية على مستوى كافة الألعاب. في الطريق إلى إشعال الشعلة الأولمبية. شعلة انتقلت من سيدني في بداية الأمر في الدورة الحديثة، استغرقت الرحلة 78 يوما داخل اليونان، كان هناك 29 مدينة. بالمناسبة فريق كرة القدم اليوناني لكرة القدم طالب بأن يقوم زاكوراكيس كابتن الفريق بحمل الشعلة الأولمبية كعداء أخير. إذا مع إيقاد الشعلة الأولمبية بالطريقة المعروفة، إذانا بانطلاق الألعاب. إذا هكذا أيها الأعزاء ستبقى هذه الشعلة مضيئة في هذا الملعب الرسمي وفي كافة الملاعب التي تقام فيها الفعاليات حتى نهاية الدورة ونهاية حفل الختام. إذا كان تكريم لعدد كبير من نجوم الرياضة اليونانية، وكان التكريم أيضا لمانوليس